البقال ليلة الصوم يجي عالبقال ويقول له بعودك يا رمضان، يقول له بعودك يا رمضان. يفضل ينادي يا عم خميس مالك كده فين الفوانيس، عيال الحارة قربت الزينة انجزني وبلاش تهيس، انجزني وبلاش تهيس. ويفوت على عمي منصور ويقول له توصى بالسحور، ملح الفول يبقى قليل وحخلي الطابق مسطور، وحخلي الطابق مسطور. ويجيب في ايده الحاج كمال ويخش على فرج الدكان ويقول له قوم بلا لعب عيال، ما تصالحوا بعض احنا في رمضان، صالحوا بعض احنا في رمضان. وفجأة طل الأنبا مينا راح رفع ايده بالسلام وقال وهو عالترسينا، الله محبة الله سلام، الله محبة الله سلام. ضرب بعينه فخر الحار والأشقية وفين ضياعين، اتصعب ويا ألف خسار وراح مكلم قوم في الدين، فكرهم بالصلاة والصوم وإن مفيش إنسان معصوم، لو كان عندك ذنب كبير توب وتوكل على القيوم، توب وتوكل على القيوم. في النهاية يقول فرمان عشان تحسوا انتو برمضان، لازم الخير يملى بيوتكم ويطلع منها عالجيران، ويطلع منها عالجيران. كل الناس بيردوا عليه يا عم بلال جرالك ايه، كل الناس بيردوا عليه يا عم بلال جرالك ايه، كل اللي انت تقوله اوامر وده عهدي وهنمشي عليه.